منديل سوق الزوالي. اي سوق الزوالي بيان سور. تنجم تشري تعمل كرتابلت ولادك من سوق بمنديل بارخص الاسواق. بيان سور وارخص الاسواق. الاسعار في سوق بمنديل يمكن معقوله خير من موجود في المكاتب. الكاليتي الله اعلم، بينما الاسعار مقبوله خير من خير من المكتب وخير من بلايص اخرين. توا هو ما قعدش الزوالي، الثوره ما قعدش الزوالي ما لقيش شيء. لا ماهوش سوق الزوالي على خاطر نفس البري وليت. واصلا هو سوق بومنديل سوق يعني الاقتصاد المسيب اللي ماهوش مراقب الكونترا. ماهوش سوق الزوالي. ساكت برا ادخل بومنديل وشوف ساك ب 80 وب 100. كذب عليك، شوف بومنديل يجيبوا في الفلوس بلاش بلاش فلوسهم على الحوايج يجيبوا فيهم. لا لا غالي كيف كيف. كيف الاسواق الكل. الاسواق غاليه يعني؟ غاليه غاليه. غالي غالي غالي. فيما يخص بريت الفريب غالي. الزوالي ما عادش خالط حتى على الفريب. صدقني ما عادش خالط حتى على الفريب ماهوش خالط. إذا كان تشري لولدك صباط ولا سبادري من الفري 70 دينار من الفري. وين الـ وين الـ وين الزوالي باش يعيش وين؟ ديما العباد تشري من غادي، أما نفضل نبعد الحكاية هذيك نتاع دينار و15 مئة والكل، نشري من الكتبية الحاجات الباهين بور ايفيتي المشاكل نتاع الصحية للأولادي أولاد أولادي بليتو. ولا 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 ما نهبطش على الحاجه اللي نتاع هكاك اللي يجيبوا فيهم نتاع البلاستيك وكل وحدات هذوما كيضروا. نشري من الكتبيه حتى ولو انا قبل هذا صافي لونتون ملي انا اولادي كبار ما شاء الله وعندي اولاد اولادي اولاد بنتي بليتو تشري ديما من الكتبيه وما نشريش من الغادي حتى ولو نقعد مخصوصه ونقعد مثلا ناكلي ناقصه شويه فلوس ونخسوا بشويه اخي بور ايفيتي المشاكل. هاك تشوف بنيتي الامراض الدور وهاك تشوف الكورونا وهاك تشوف الحكايات الكل. كي المره الاخرى دغيغ ما في انا حطيتها على الانترنت سبادري هو من برا جاي ومكتوب فيه من لوطه الله. تو تصور انت سبادري مكتوب فيها الله. الانسان اللي يعرف والكل يشوف انت ريت انت تشوف سبادري وثبت فيه من تالي والكل فهمتني. معناتها فما حاجات مش باهيه ديما الانسان يبدا واعي والكل، سيقتو البلاستيك هذيا والحكايات نتاع بو منديل وبوذا الروح بدينار ب 15 مئة. لا سوق الناس الكل عادي، سوق الناس الكل يجيه الزوالي يجيه اللباس عليه يجيه الناس الكل. والاسعار كيفاش؟ الاسعار بتاع من اللي جايب 10,000 للي جايب 100,000 ينجم يقضي ويروح. الزوالي اللي عنده ثلاثة وأربعة يقرا مسكين والله ما عاد يخلط على شيء، ما عادش العباد ما عادش خالط على 2000 فرنك الجيش، تحكي على كرتابلة ب 60,000 وما نعرف شنيا، تي بلاد مشت ربي يقدر الخير وكهو والله، والله خويا ربي يقدر الخير، قاعدين نتفرجوا ترى في أحوان تفارغة، الناس مشارجة وقاعدة فارغة ما فما شيء، العباد تهبط تقضي ولا كذا، لا خدمة لا ما فما شيء، كان ما ربي يقدر الخير وكهو. ما فماش كل شيء ناقص في السوق تو، لا ادوات مكتب ولا كراتب ولا طابليات، ما حتى اذا كان حاجه موجوده متوفره في السوق بالغلاء. الزوالي ما عادش يخلط، مسكين اللي عنده ثلاثه واربع صغيرات يقروا ما عادش يخلط، كريم ماء ضوء قداش باش يلهط الواحد، وين ما عاد فما حتى شيء. شوف لها البلاد مسكره، حتى كانت ناس تدور وتنصب وتدبر فلوسها في السوق ما عاد فما حتى شيء. سلعه غاليه، كان قبل ياخذ ب 100,000 سلعه ينصب في الشارع يدبر على شي اولاده ويروح، تو 100,000 ما عادش يجيب له فصل باش يصور فيه 3,000 ولا 4,000 فرنك. الدنيا غليت، ربي يقدر الخير وكاو. انا مدعينا من ربي صابرين وكاو، حتى ربي يجعل لنا مخرج وكاو. فيما يخص الادوات نتاع العوده المدرسيه، الادوات نتاع العوده المدرسيه كان شريت هذوما يقول لك ما تشريش منهم خاطر فيهم الامراض اللي ينصبوهم هذوما نصاب، وكان باش تشري من المكتب عزيزتي غالي غالي غالي. واللي عنده ثلاثه واللي عنده في سكوندير شوف الكتب شوف لك والله العظيم والله كل عام ما يفكنيش 600 و700,000 ثلاثة صغار. وي منين العباد من الحمها راه صدقني العيد ما عادش خالطين علي برشا حاجات ما عادش خالطين علي مش العيد بركة حتى حسيت الزقوق وهاي جاي والله عندي 4 سنين اللي عملت ما عادش خالطين علي ما عادش. انت منين تقضي لصغيراتك؟ انا كل مرة كيفاش نتبع في الناس نتبع تدويع وين نلقاو العويجه نخلط عليها نشريوها ما نلقاوش ما نشريوش تاع عام جاي عام ناول منادل منديله مثلا خوه نعطي المنديله للاخر
تاخذ في العاده من الاسواق ولا من المكاتب؟ لا من السواق، لا 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 مش اسواق، لا مجازان، لا لا مش شبت المجازان، مش دخلت عليها، لا هكا من السوق يدبر حاجه وكا. عندك شي عندي هكا ولا ليه؟ وكل هكاك يكذب عليك، راه يكذب عليك العبد اللي يقول لك في الوقت هذا عندي فلوس. مش الناس كل عندها فلوس، مش عند الناس كل فلوس، يكذب عليك. الفلوس جايه من اللي عندهم جدد، اللي جاوا جدد استولوا على الدنيا الكل ولو عندهم الفلوس، اما ولاد البلاد ما عندهمش فلوس. سوق بومنديل هو مجلس الزوالي بالرسمي، وهذايا يعني حاجه باهيه، تعتبر يعني البلاصه اللي نجم يتنفسوا فيها الزواوله، نجم يلبس منها، ينجم يشتري منها ادوات ولاده، ينجم تجهز منها المراه، تنجم تعرس منها، تنجم كل شيء من سوق بومنديل. الاسوام غاليه، الخضره والملابس والحاجات الكل غاليه، الزوالي ما عادش خالص. اقضي من المكتبه انا، ما نقضيش من بومنديل. الساك ما ناخوهاش، ناخوها من الفريب، وما ناخوهاش سلعه الشنوى باهي، ما ناخوش ليميتاسيون تاع الشنوى، خاطر في ماتير توكسيك، وفي بالها وزاره الصحه بالماتير توكسيك، وبالمكتب فما برشا ماتيارات نتاع توكسيك، حساسيه والكونسير وكل شيء، في بال وفي بالها الدوله، والدوله هي اللي تجيب فيه. بومنديل خير من برشا بوتيكات. الاقتصاد حكموا فيه ناس معينين، مش حكايه تو. كي تجي تشوف انت مثال وزارة التجارة، ثم حوايج التو مازالوا مدعمين، ممكن ياسر أسعار حتى نتاع 2011 تو ما تغيرتش، تلقاها تزادت كل يوم، يقول لك تزاد كل يوم، السلعة تزاد كل يوم، السلعة تزاد، والله أعلم شكون اللي قاعد يزيد فيها، الله أعلم. عباد تفرسوا الماكلة، الماكلة غالية، الماكلة غالية، كل شيء غالي يعني، كل شيء غالي، الفلوس ما خلطتش. الشهارة تو يرغوا، قالوا كان تسد لنا كي بكري وما وينقصوا لنا الشهريه خير، خاطر المواد غلت. قديش تصور انت في النهار؟ نصور 10,000 نهايه النهايه. سوق الزواوله ودو بلوس اكلي، معناتها انسان يشري حاجه اللي قد شهريته. انا ما نكذبش عليك، ما نشريش من السوق وما نشريش من سوق بومنديل، نشري ديما الحاجات اللي من الفريب، اعز كاليتي واعز حاجه ويشدوا برشا، وسيرتو صبابط. الحق سوق بومنديل بالحق هو رخيص والكل، تبقينا كل واحد وين يحب يمشي يشري، تلقى البون كاليتي وتلقى الحاجه شوا في كل بقعة، كسوسوا موسيب سيدي بومنديل ولا نهج القصبة ولا كذا. معناتها أنا جي بخفر نشري من سوق هذيك، السوق اللي يبيعوا في الفريب، كسوسوا الانطلاقة وبيان الباب الفلة وبيان معناتها حي ابن خلدون، معناتها هذاك هو. والزوال يعيش راه، كسوا من الفريب ولا من اي بقعه، الذواق ذواق، فهمتني؟ انا هاني مرة في العمر هذا، ما نكذبش عليك، نشري الحاجه الباهيه ونشري الحاجه اللي متقونه وبالقدا، واللصق ما بين الالوان، مثلا نشري الحاجه اللطانيه نلصق لها حاجه الفوقانيه كيفها، معناتها باهي ياسر. اما بومنديل، بومنديل هو كي يجيبوا الحاجات اللي كملوت الحق، مش باتلمون. أما نشري من كل بقى. الدولة هي ماهيش تحمي فيه، الدولة هي اللي ماهيش موفرت له، الدولة هي اللي ماهيش موفرة الحاجة الباهية للصغار وللعباد، تجيب فيش الشنوة، سلعة الشنوة، شنية موفرة الدولة.